ندعم الجمعيات الخيرية، وان احنا نبقى سبب، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب ان الحاجات دي تتشهر او تتشاف، لان عشان الناس تبقى فاهمة الجمعيات دي بتقوم بأدوار في المجتمع مهمة جدا، وحتى الدعم من الحكومة انت شايف شكله عامل ازاي. الواحد عايز ينتهز هذه الفرصة وهذا الموقع اللي اسمه سيدتي، ويقول يا ريت من خلال هذا الموقع بما انه اسمه سيدتي لانه ينظم دورات علمية لسيدتي عشان تكون هي الام البديلة. كيف تكون الام البديلة في دور رعاية الايتام، لانها لازم تكون معدة اعداد جيد يليق بهذه الهدية اللي ربنا الدهان. هي شوية حاجات فترة ما كانش مشجعيني علشان الأحداث اللي كانت بتجرى بالوطن العربي. تاني حاجة بنفس الوقت كنت بجهز لحاجة جديدة ومفاجآت، فلازم أكتفي. تمام. أجمل بنت في عيني حبيبتي، وأنا عارفك بيا بتتباهي، هفضل أغني لهم من قلبي. مصر كيوت يا جماعة والله، مصر كيوت يا جماعة والله. حصلت حاجات حلوة، جمهوري مستنيني، فاجئت من حب الناس، فاجئت ان انا ما اختفيت، ما كنتش متوقعة انه الاختفاء ده في كم الجمهور ده وكم المحبين ده وكم الناس دي، فهو ده اللي شجعني وكم الناس اللي يعني حسيت نفسي محبوبة. الحمد لله. الالبوم بتاعي ينزل يوم 25/5 ان شاء الله، ادعوا لي يا رب كويس، ووراه على طول وما وقبله، واحنا لسه بنحدد لسه شغل مواعيد عشان ما نتضربش مع بعض، وعاملين شغل كويس يا رب ان شاء الله عجبكم باذن الله. نور حابين نتكلم بالتفاصيل اكتر عن البومك، يبقى كام اغنيه وبتحاول تعمل، عايزين تبقى مفاجاه بس شويه. هو ان شاء الله يبقى 10 اغاني وانت وجيه محمد شفيق، وفي شويه مفاجات كتيره ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. سفر الموضوع سفر، يعني كل متسابقه بقت سفيره لبلادها، وانا بقيت سفيره لمصر. يعني لازم اهتم بكل الجمعيات، لازم لو اي جمعيه محتاجه دعم انا بساعدها، ده مسؤوليه كبيره قوي اتحطت عليا، لازم ابقى ده ان شاء الله. يعني ده انا بهتم بشيء عائده هيعود عليا، لان اليتيم ده هديه ربنا سبحانه وتعالى وهديه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لينا، فما بالك بقى لما ربنا وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يهدوك هديه هتكون ما اثمنها بقى، هديه ثمينه جدا، فلازم نيجي ونحاول نغترف منها، لانه مجرد مسح على راس اليتيم، مجرد انك تطعم من طعامك، مجرد تدعو له دعوه حسنه، كل ده حاجات منصوص عليها في الاحاديث وفي قراننا.